هذا اليوم شوطه قبل الختام هنا بالتحديات بالإثارة. هذا الشوط خاص بأيضا الحجايق هنا أيضا بكار هجني أبناء القبائل في انطلاقة هذا اليوم المميز الجميل. نتابع معكم ونسير هنا مع هذه التحديات، نسير مع الإثارة وهذه الانطلاقات، نتابع الصدارة، نتابع المقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا. والمنطلقة نشبة المبارك بن يعان بن سالم الشامسي على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني العنود أحمد بن خميس بن بطي بن غانم الرميثي، وعلى المركز الثالث القادم ميعاد هنا أسعد بن يعقوب بن عبد الله السعيدي منطلقة على المركز الثالث، بينما المركز الرابع الذيبة سيف بن مبارك بن سيف بن غويث الكتبي على المركز الرابع، والمركز الخامس هملولة لسعيد بن خلفان بن مصبح الرزي الشامسي من تاتينا هنا خامسا، بينما المركز السادس ناصية أحمد بن عبد الله بن تريس الظاهري تنطلق سادسا، بينما المركز السابع مياسة بطي بن خميس بن غانم الرميثي قادمة بهذه الانطلاق والتحدي الجميل، والوصول هنا من عزايم لسعيد بن حمد بن حميد الدرعي أيضا قادمة بتحدياتها وإثاراتها المتميزة. تاسع مراكزنا غند عبد الله بن نايع بالشاوي لغفلي، وعلى المركز العاشر وآخر مركز مذاع هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة، والوصول هنا والتحدي من قبل هناك دندنة لحمود بن ناصر بن سالم اليامي منطلقة على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى. لنا عودة مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى الصدارة، إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا. والمنطلقة نشبة على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول، مبارك بن يعان بن سالم الشامسي على صدارة هذا الشوط، وعلى المركز الأول ميعاد في المركز الثاني أسعد بن يعقوب بن عبد الله السعيدي من تنطلق على المركز الثاني، والمركز الثالث العنود أحمد بن خميس بن مطي بن غانم الرميثي، وهناك التسلل من قبل ناصية أحمد بن عبد الله بن تريس الظاهري تنطلق بهذه اللحظات هنا بهذا الانطلاق الجميل. وصلت عزايم لسعيد بن حمد بن حميد الدرعي قادم هنا بهذا الأداء الجميل. أهلي هنا القوع قادمين بهذا التحدي هنا على خامس المراكز، المركز السادس والعمالة القادمة بهذه الانطلاقة والتحدي علي بن سالم بن حمد البطين المري، أو خليل بن سالم بن حمد البطين المري قادمة بهذا الانطلاق والتحدي. هناك الوصول من مياسة بطي بن خميس بن غانم الرميثي، والقادم أحلى هنا قادمة بهذا الأداء. وصلت ملوك محمد بن حمد بن مصلح الحبابي، شاعرنا يقدم لنا ملوك في هذه الانطلاقة والتحدي. الله هو القادم أحلى هنا، القادمة بروق حميد بن خريبيش بن محمد لوهيبي السلوم، وهناك أرى اسم آخر قادم هنا شواهين ياسر بن محمد بن بارك السعدي قادمة أيضا بتحدياتها، ولكن الصدارة والمقدمة والمركز الأول عزايم سعيد بن حمد بن حميد الدرعي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. شواهين الخليل بن سالم بن حمد البطين المري هنا من غيرت على الصدارة على المقدمة، شعار العزايم
العمالة ينطلق على الصدارة على المركز الأول مع شواهين خليل بن سالم بن حمد البطين المري على صدارة هذا الشوط. وعلى المركز الأول والصدارة المركز الثاني هنا تأتي بروق حميد بن خريبيش بن محمد الوهيبي، ولكن سلام عجائب، سلام عجائب بالمملكة العربية السعودية على فوز شواهين. تهانينا خليل بن سالم بن حمد البطين المري المركز الثاني. وصلت بروق الحميد بن خريبيش بن محمد الوهيبي المركز الثالث، العنود احمد بن خميس بن طيب غانم الرميسي. وفي المركز الرابع مشاهدينا الكرام بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة شعار بن مصرح هناك مع مملوك محمد بن حمد بن مصرح الاحبابي. ونعود مع التوقيت الزمني هذا الانطلاق المميز الجميل هنا والتحديات ولحظة وصول شاهدينا الكرام شواهين بالتحدي وبالإثارة هنا وقاطع المسافة 5 دقائق 52 ثانية 8 من الأجزاء من الثانية. تهانينا لخليل بن سالم بن حمد البطين المري على هذا الفوز المميز، وسلام لأهالي عجائب بالمملكة العربية السعودية. بينما المركز الثاني كانت بروق هنا ب5 دقائق 54 ثانية 3 من الأجزاء من الثانية لحميد بن خريبيش بن محمد اللوهيبي. تهانينا لو ناموس. بينما المركز الثالث كانت الانطلاقات والتحديات والإثارة هناك من قبل العنود أحمد بن خميس بن طيب غانم الرميثي قاطع المسافة 5 دقائق 55 ثانية 8 من الأجزاء من الثانية. وعزايم السعيد بن حمد بن حميد الدرعي حلت الرابعا. بينما المركز